حياك الله شيخ ناصر، يا اهلا وسهلا. شيخ ناصر موجود يا معي. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حياك السلام الله ورحمة مهندس الله. حسام، وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن فرج الجهني. حياك يا الله هلا أبويا، بالحبيب الغالي، هلا والله تقبل بالشيخ الله ناصر. طاعتكم، وسعيدة يعني جدا الحقيقة بمشاركتكم معنا في ديوانية آيات شرف والله، في شرف هذه والله، الأوقات الرمضانية. شرف فيك والله الله شيخ يرفع قدركم. واضح. الدكتور فهد طبعا يعني الحقيقة خير من تتحدث عن هذا الموضوع، كونه متخصص في الدراسات القرآنية، وهو رئيس قسم القرآن والعلوم في جامعة الإمام، وله قصب السبق جزاه الله كل خير في يعني الدفاع عن هذا الدين والحديث عن هذه الجوانب المهمة المستنبطة من كتاب الله جل وعلا، وفي استصلاح يعني ما يتعلق بالشباب عبر محاضراته وندواته وأيضا خطبه وكلماته، فشكر الله له، وهو أيضا له الجهود الحقيقة الكبيرة في من خلال يعني التعليم والتدريس الأكاديمي في كلية أصول الدين في جامعة الإمام وغيرها من الكليات، فجزاه الله خيرا. ونحن الحقيقة اليوم سعداء في هذه الليلة بمشاركته وإطلالته الطيبة، والله تعالى نسأل أن يفتح عليه وأن يبارك في علمه وعمله وأن يتقبل سعيه وأن يشكر له صنيعه، ومتشوقون للاستماع من فضيلة الشيخ فهد حفظه الله. وأحببت فقط جزاك الله الترحيب خير. ويعني شكر فضيلة الشيخ على مشاركته، ومتشوقون إن شاء الله أيضا إلى استمرار هذه الاستضافات مع فضيلته، جزاه الله خيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن أكثر سعادة بوجود المشايخ والعلماء الله يرفع في قدركم، الحضور، نسأل الله وإن شاء الله آيات الحقيقة متطلعة يا فضيلة الشيخ إلى أيضا تعاون مع قسم القرآن وعلومه، كون عدد من أصحاب الفضيلة من أعضاء التدريس في القسم شاركوا في يعني إلقاء بعض الدروس أو الدورات أو حتى المحاضرات يعني المتخصصة في مجال القراءة والقرآن، فلعل هذه أيضا الشراكة تمتد إن شاء الله وتتطور. إن أحببتم يعني نتواصل إن شاء الله في القريب العاجل، ثم نعلنها إن شاء الله يعني لاحقا بعد وضوحها ونضجها إن شاء الله تعالى. أبد أبد يا دكتور ناصر. الله يشكر سعيكم، الله يجزاك عنا كل خير يا دكتور. القرآن كذلك يتطرق، الله يرفع دائما سباق، لا حرمك الله الأجر. الله يجزاك خير دكتور فهد، وأدع المجال لفضيلة الشيخ للحديث بعد يعني اجتماع الجميع إن شاء الله. تقبل طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير شيخ ناصر على وجودك، وعلى يعني أنت من الأشخاص رأس الهرم في آيات، ونسأل الله لك التوفيق لجميع زملائنا في آيات ولكل المستمعين والمستمعات الكرام ولضيفنا العزيز اليوم يا جماعة الخير فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن فرج الجهني، هو ضيف الديوانية بعنوان وسائل تعزيز الأمن الفكري في القرآن، الحاصل على درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديه الكثير من الأعمال منها رئيس قسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا أمين المجلس العلمي للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، أخيرا إمام وخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. هذا جزء بسيط جدا من السيرة العطرة التي يعني يتحلى بها فضيلة الشيخ الدكتور فهد. دكتور فهد، لك في نصف ساعة إلى 40 دقيقة الحديث حول وسائل تعزيز الأمن الفكري، أيضا التعليقات وأسئلتكم تكون على التعليقات في التغريدة أو على الخاص. دكتور فهد مستمعين لك، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. تفضل دكتور فهد، حياك الله نورتنا. طيب بس يا شيخ حسام، انا ما ادري، كان عندي صدى ولا راح الصدى؟ الحمد لله. لا لا، لأن كان في مايكات مفتوحة فيصير صدى، لكن الآن الصوت جدا ممتاز دكتور فهد، وإذا في أي طيب ملاحظة إن شاء الله يعني أعطيتك خبر حولها بإذن الله تعالى. طيب طيب جزاك الله خير. الله يحفظك. بس إذا تسمح لي في ثواني، بس سمو الأمير سعود طلب المايك، بس اسمح لي أرحب فيه. أهلا وسهلا سمو الأمير، حياك الله. سمو الأمير سعود تسمعني؟ قد يكون بالخطأ. المفروض الأمير سعود جزاه الله خير هو الذي يشارك في مثل هذا اللقاء، فرسالته الدكتورة في هذا اللقاء.
الله يسعدك يا رب. على كل حال، بس في ظاهر خلل تقني، لكن دكتور فهد لك المايك طال عمرك، والأمير سعود هو من أهل الدار مثل ما يقولوا يعني، فتفضل إلى ما تضبط الأمور عند الأمير سعود بإذن الله ويتداخل معنا. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى إماما وقدوة للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، طبعا سأتكلم ابتداء في العنوان حتى ثم بعد ذلك ندخل مباشرة في الوسائل. طبعا الوسائل هي طرائق، ويقال وسائل ووصائل بالصاد جمع وصيلة، وهي ما يتوصل بها إلى تحقيق غاية ما. إذن فالكلام على الوسائل هي الطرائق والمقومات، ووسائل إذا سلكناها، ومقومات إذا اتخذناها، ووصائل إذا سرنا عليها نتوصل بها إلى غاية ما. والغاية هنا هي تعزيز المدرك العقلي والتصور الذهني، ويراد به في هذا العنوان الذي ذكرناه التوجه والمسلك والمنهج والمنهج الأمني، أي فيما يتعلق بالاستتباب والاستقرار الأمني العام بالأخص، ولتحقيقه لكل فرد بالأعم. يعني باختصار هي الوسائل والمقومات التي لو عملناها يتصحح ويتقوى عندنا الفكر، ونثبت لحفظ ضرورة الأمن. والمراد بالأمن هنا على مستوى الفرد وأيضا على مستوى العموم. والأمن تعريفه عند أهل اللغة على معنيين، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان يعني كما هو ظاهر متدانيان. وأصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمان في الأصل يعني في أصل المصادر. ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان. أما في الاصطلاح فهو قريب من هذه المادة التي تدور عليها في اللغة، يعني في الأمانة والتصديق. فممكن أن يقال عنها تدور طبعا هي على السكون وطمأنينة وذهاب الفزع والخوف الذي من شأنه أن يحقق للناس الراحة والسعادة في حياتهم. وعلى هذا فيكون تعريف الأمن في الاصطلاح حفظ حياة الناس من الأضرار والمفاسد والمخاوف، بحيث يسود فيهم الأمن والاستقرار والطمأنينة. وبيان ذلك أن يعيش الإنسان في الحياة آمنا على نفسه ودينه وعرضه وماله من أي اعتداد عليها. فتمهيد السبل وإنارة الطريق أمن، ومعاقبة الجنات والظلمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن. ما أدري الصوت بدأ يتداخل يا شيخ حسام. طيب، وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن، ولا يقوم سلطان الأمن إلا إذا حافظ كل فرد عليه، فهو شعار المسلم الذي يعرف به والوصف الغالب عليه. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. إذا المسلم يحرص على الأمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فالأمن حاجة وضرورة ماسة لكل فرد، فلذلك لا بد أيضا من تحقيق الأمن العقدي للشخص نفسه حتى لا يقع في مضلات الطريق، فيقع مثلا في فكر الخوارج أو يقع في فكر غيرهم من الضلال. كل ذلك مطالب به الإنسان أن يحفظ فكره، يعني معتقده وفكره الذي لا بد أن يكون عليه فيما أمره به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مباشرة أحببت أن أذكر ما ينفع الإنسان في حياته من القرآن، يعني الوسائل التي نتوصل بها إلى أن نحفظ الفكر الذي عندنا، وأن يكون مستقيما على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا في الأرض وقال: هذا طريق الله الموصل إلى الجنة. وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطانا يدعو إليه.
ثم تلا هذه الآية وأن هذا سبيل، فقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إذا نحن بحاجة إلى أن نسلك إلى ما وصانا الله سبحانه وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم. فما هي الوسائل التي يحتاجها المسلم في حياته من خلال ما تلاه من كتاب ربه سبحانه وتعالى، لا سيما وهو يتلوه في هذه الأيام في شهر رمضان، في الشهر الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الذي يتأمل للقرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى دله على ما ينفعه في دينه وفي حياته كلها من أولها إلى آخرها. من أعظم الوسائل التي يعزز الإنسان فيها أمنه الفكري في القرآن هو دعاء الله سبحانه وتعالى. وإليك الشاهد من ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نفسه في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قلب القلوب قلبي على دينك، ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية. وذكر هذا الطبري رحمه الله تعالى في جمع البيان، وذكره أيضا ابن أبي حاتم عند هذه الآية. ولك أن تتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، قال: وروى الترمذي من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ الذي يخاف علينا من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا من أهم الوسائل التي نحتاج إليها أن ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بثبات على الدين، بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ابن رجب عند هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن سؤال الله هو دعاؤه والرغبة، هو دعاؤه والرغبة. ثم قال: والرغبة إليه طبعا، والدعاء هو العبادة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وخرج الترمذي رحمه الله تعالى في هو العبادة. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال: واسألوا الله من فضله. أعظم سؤال أن تسأل الله يثبتك على الدين، لأن الدنيا إذا أبقت على المرء دينه فما فاته منه فليس بظاهر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منه فليس بظاهر. لا يكون هم الدنيا، هذه ستزول اليوم بكرة غدا، هو أيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدنيا قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. قال بعدها ابن رجب رحمه الله تعالى وفي حديث آخر: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية صحيح. واسمع إلى هذا الدعاء العجيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، قال: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. إيش يعني سداد السهم؟ يعني في مراميك، أي مقاصدك وأهدافك. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء عظيم، أن يدعو الإنسان بالهداية والسداد. ولذلك كان كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في الدعاء المأثور، اللهم عن عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب قال: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. تأمل هذا الدعاء الذي دعا به، والقرآن جاء بالأمر بالدعاء، ووعدنا الله سبحانه وتعالى بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآية أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وتوعد لمن ترك عبادته بعذاب جهنم. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أن ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب، ومن ليس وليس كذلك غيرك يا رب. والسعدي رحمه الله تعالى كذلك علق عند هذه الآية، قال: هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني دليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة، طبعا هذا الجزاء على استكبارهم والعياذ بالله. وذكر أيضا السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير في تيسير اللطيف المنان، قال: وجعل الله الدعاء والطمع في فضله، اسمع هذا الكلام، قال: وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا لحصول جميع المطالب. أعظم مطلب أن يثبتك الله على الدين، أعظم مطلب أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الدين، وأن تكون على منهج قوي. وذكر السعدي رحمه الله تعالى، ولعل نختم هذه الوسيلة وأن تحرص عليها، بأن تسأل الله سبحانه وتعالى دائما الهداية والسداد، عند قوله سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: يحتمل أن الباء في هذه في قصة الشيطان الذي أقسم وتوعد أن يضل عباد الله سبحانه وتعالى، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: يحتمل أن الباء للقسم، وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء هنا التي هي فبعزتك للاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه، وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان هذا الشيطان، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدمها هذا، وهو عدو الله حقا. ثم ماذا قال بعد ذلك السعدي رحمه الله تعالى؟ ويقول: ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. إذن ماذا نستفيد من هذه المقدمة التي في الدعاء؟ أن نديم الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يهدينا سبل السلام وطريق الحق والهداية، وأن يصلح نياتنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا على دينه. إذن هذا من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى في مثل هذا. أيضا من الوسائل المعينة على تحقيق الأمن، وقد جاء القرآن بها، في قول الله سبحانه وتعالى، طبعا تحقيق التوحيد، كيف نحقق دراسة التوحيد؟ مطلب مهم، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. ختمت هذه الآية بأن لهم الأمن، ونحن نريد الأمن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا طبعا قال: ليس الظلم الذي أنتم تعنون، وإنما كما قال العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزيي الدنيا والعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما. فقد ذكر الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه، وندعو له كذلك بالرحمة، لأن كل إنسان بحاجة إلى أن يرحم. قال عند الأمن في شرحه لكتاب التوحيد: عند الأمن هنا قال: هو الأمن التام في الدنيا، والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا، والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، إما الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وسائر أنواع الشرك ونحو ذلك، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا من جهة تفسير الظلم، يقول حفظه الله بأنه الشرك. لكن إذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الأمن والاهتداء وبين حصول الظلم. فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم قل الأمن والاهتداء بحسب ذلك. إذن لهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا إيمان مقيد، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، وله البشارة بكل خير. إذن نحن بحاجة ماسة إلى تحقيق التوحيد حتى نحقق الأمن في أنفسنا. وكثير ممن زل في الطريق، ولا نريد أن نتكلم عن أحداث حتى لا نخرج عن الفوائد الكثيرة التي سنذكرها بعد قليل، وهي مهمة لطالب العلم وأيضا لمن أراد أن يسلم في دينه ودنياه. وإلا ستجد من يتكلم في الدين وهو من أجهل الناس، لا علاقة له في دراسته للعلوم الشرعية، ويتكلم ويفتي ويتكلم من مجرد عقله للآخرة. وإلا لما ينظر الإنسان إلى الآخرة وينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن الخير كل الخير في اتباع ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. في أحاديث كثيرة دعا إلى الصبر والاحتساب وأن نؤدي الذي علينا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى على وجه الصلاح. من الوسائل، إذن الوسيلة الأولى الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. البداية تسمح لي دكتور، أنا آسف على تفضل. المقاطعة، آسف جدا. تسمح لي قبل الانتقال للوسائل، في إشكالية نواجهها، تقطيع مكرر، فما أدري هل عندك شبكة ضعيفة أو يجيك اتصالات على الجهاز يقطع كثير الصوت، فودنا في الوسائل هذه لأنه هذا أمر جدا مهم، فما ودنا يحصل التقطيع، فحاول بس تتأكد أن الشبكة قوية عندك بعد إذنك، وآسف إني قاطعتك، الله يحفظك. أبو شيخ حسام، أن عندي شبكة قوية، لكن يمكن من رسائل الواتس، وأنا ما أخشى أني الحين اللي أعطيت لهم. خلني أشبك طيب على الواي فاي اي لان أشوف. الاتصالات او الواتساب يقطع وكذا، في كذا موضع قطع الصوت، فما ودي عندي الوسائل يحصل هالشيء هذا بعد اذنك، وانا طيب ارجع اكرر اعتذاري لكل طيب أنا المستمعين طبعا الكرام اللي قطعت عنكم. إذا انتظر مني قليلا، اللي مضى سمعتموه ولا واضح، بنعيد؟ هو لا لا لا، ممتاز ممتاز، بس كان في تقطيعات كثيره لكن كان الكلام يتم فهمه يعني ووصله، لكن ما ودنا في الوسائل لأنه هي أيضا من النقاط المهمة اللي أنت تتطرق لها الآن، ما ودنا يحصل هذا التقطيع، بس لو تضبط الشبكة عندك وأنا يعني
ادري طيب المقاطعه انا ما احبها، لكن اضطريت والله لما شفت لا الموضوع. خلك تحاورنا يا شيخ، خلك تحاورنا يمكن والله يستفيدوا. شرف لي يا دكتور، انت يعني انا انا طالب علم عندك واتعلم منك الله لا يطول لا عمرك. لا ما شاء الله عليك، ما دامك تلتقي بالمشايخ ان شاء الله انك على خير. طيب انا الله بحول يحفظك، الان، يمكن يقطع عندي شوي وبرجع لك. ما في مشكلة. أو أنا آسف يا جماعة الخير، بس عشان أيضا تكونوا مستمتعين، لأن أنا مدرك الانقطاع أحيانا يكون مزعج بالنسبة للأغلب، فلذلك اضطريت للتنويه عن هذا الأمر. والله يسعدكم. إن شاء الله يكون في تمام يا دكتور. ما ادري واضح، انا عاد حاولت. الآن واضح طال عمرك، ولك المايك، وأرجع أكرر اعتذاري لك. تفضل. التي ذكرناها وهي مهمة جدا في حياة المسلم، دعاء الله سبحانه وتعالى بالسداد والهداية، هذا أول ما يبذله الإنسان دائما وأبدا، يكون دعاؤك في كل وقت وحين، أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الدين وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأول. الثاني ذكرناه أيضا، تحقيق التوحيد، لأن يعني تحقيق التوحيد من الوسائل التي يضبط فيها الإنسان أمنه واستقراره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث ابن مسعود أينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما وهي مهمة. الوسيلة الثالثة تنقسم إلى قسمين، وأرجو أن تكون إن شاء الله تعالى واضحة على وجه السرعة، لأني راح أتكلم عنها على قسمين. أولا طلب العلم. العلم زين للفتى يكرمه حيث أتى. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخبر بها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت مطالب بطلب العلم في كل صغير وكبير، قبل أن تفعل شيئا لا بد أن تكون قد تعلمت، فإن الله سبحانه وتعالى بذلك لا إله إلا الله، وهذا في التوحيد، فما بالك في غيره. إذن لابد أن نضبط العلم، لأن العلم مطلب شرعي في كل الأمور. ماذا يدل عليه؟ يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى، على سبيل المثال نضرب أمثلة ثم ندخل في أهميته. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا يتعلق في أمنهم وخوفهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه. انظروا إلى الأمر الآن، يردونه إلى الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات صلوات الله وسلامه عليه، وسنته باقية إلى قيام الساعة. قال وإلى أولي الأمر منهم، من هم أولي الأمر؟ قال أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يضيعوا. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منه، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا يقول السعدي رحمه الله تعالى مكملا له، قال وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وأنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور. العجلة على وجه العموم منهي عنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله العجلة من الشيطان والأناة من الله. قال والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون.
لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. إذن العلم منجاة للإنسان، ودعاء الله سبحانه وتعالى قلنا طلب العلم مهم، وهي من الوسائل المهمة، لكن أي علم؟ المؤصل المبني على أدلة التشريع. فالعلم الشرعي المؤصل المبني على هذه الأدلة هو الذي سينفع الإنسان في حياته كلها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله سبحانه وتعالى بعد الموضعين السابقين: بالبينات والزبر، أي اسألوهم مطالبين بالبينات التي هي الأدلة، والزبر التي هي الكتب على أحد تفسيري أهل العلم. وهذا فيما يتعلق بالمستفتي. والتفسير الآخر لهذه الآية وهو فيما يتعلق بالمفتي، فما قاله بعض أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، تكون البينات والزبر متعلقة بأهل الذكر، يعني اسألوا أهل الذكر العلماء بالبينات والزبر إن كنتم لا تعلمون ذلك. فلا تسألوا أهل ذكر لا علم لهم بالبينات والزبر، بل اسألوا أهل الذكر أهل البينات والزبر الذين عندهم علم بنصوص الوحيين، هؤلاء اسألوهم إن كنتم لا تعلمون. وكلا التفسيرين لا شك أنه حق. إذن لا نبني عقائدنا ومناهجنا وأفكارنا وفكرنا الأمني خاصة ومناهجنا بدون علم شرعي مؤصل. بعض الناس يتكلم بكلام، ولا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت أزف، وإلا كان ضربت بعض الأمثلة مما تزل به الأقدام في فهم العلوم الشرعية، ويخرج من يخرج ويلبس على الناس اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا الأمر ليس لأفراد الناس، بل هو لولاة الأمور، هذا أولا. فلا يجوز الإنسان أن يفتات على ولي الأمر في ذلك، وهو الذي يرى المصلحة. ثم اليهود والنصارى أين كانوا؟ كان اليهود في خيبر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر، ثم ولي خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، ومات أبو بكر واليهود في خيبر، ثم ولي ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واليهود في خيبر. فلما غدروا بابن عمر، والحديث في صحيح البخاري، لما غدروا في ابن عمر بعد سنتين من ولاية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أجلاهم لغدرهم له، أجلاهم إلى أين؟ إلى تيمة. إذا نحن نحتاج إلى أن نفهم المراد من خطاب الله، من خطاب الله، وأيضا من خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم، أهل العلم الذين هم يعملون به، يعملون به. فالله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. إذا أيضا ينظر أيضا في من تتلقى العلم عنه. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية إذا أراد مسألة ذهب إلى الواتس إلى جوجل وسأل. طيب إذا أردت أن تطلب العلم انظر عمن تتلقاه، وكونك تطلب هذا العلم هذا مقوم، وكونك إذا تلقيت وأردت أن تطلب العلم لست تطلب العلم فقط، وإنما تعمل على سلامة مصادر تلقيك. فإذا فتح الإنسان مثلا على سبيل المثال شبكة الاتصال بالجوال أو بالحاسب الآلي وأراد فتوى في حكم الدواعش، هل هم على حق أو على باطل؟ تخرج له عناوين، بالله هذا كيف يسلم من الدخل والدخن في تلقيه للعلم الشرعي؟ ليس كل من طلب العلم الشرعي يصيبه، بل لا بد أن يتطلب، سلامة مصادر التلقي، وذلك بأن يتخير الإنسان من أهل العلم الراسخين منهم، والراسخون هم الموثوقون في الدين والعلم الذين يتصفون بالإتقان سلامة، وكذلك سلامة الاعتقاد والمنهج. إذن من الأسباب المعينة للإنسان أحد أمرين: إما أن تطلب العلم بنفسك، وأن تقرأ كتب أهل العلم الموثوقين، وأن تتلقى العلم عن الموثوقين. هذا أمر وهو عالي ولا يعدله شيء، كما قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: العلم لا يعدله شيء إذا كان خالصا. وقال بعض السلف: أغدو عالما أو متعلما ولا تكونن الثالث. الثالث هو الجاهل. الأمر الثاني: إذا ما تستطيع أو كانت عندك صوارف كثيرة عن طلب العلم، لا على الأقل أن تسأل في كل مسألة تخصك، سواء في مسائل الطهارة أو في مسائل التي هي أعظم، وهي ما يتعلق في اعتقادك أو في أمنك وفي خوفك. فلا بد من
الرجوع إلى أهل العلم في ذلك. فإذا سألت مثلا الشيخ بن باز أو بن عثيمين رحمهم الله تعالى، أو سألت صالح البوزان أو هيئة كبار العلماء، سلمت في مسائلك هذه من الوقوع في الزلل، من الوقوع في الزلل، وهو الذي وقع فيه كثير من الناس، ثم فعلوا ما لا يحسن عاقبته. طيب، من الوسائل أيضا، ولعلي لا أطيل عليكم كثيرا لأن الوقت أزف، من الوسائل اختيار الصحبة. الصحبة مهمة جدا في حياة الإنسان، خصوصا معاشر الشباب. على المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وعندنا في القرآن ما يدل على ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هنا يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسف. وسواء كان هذا النزول في عقبة بن أبي معيط أو في غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فكل ظالم سيندم يوم القيامة غاية الندم، ويعض على يديه قائلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الفلان الصاحب هو الذي صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلال، وسواء هذا كان في أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو في غيرهما. فقد قال بعدها: لقد أضلني عن الذكر، وهو القرآن، بعد إذ جاءني، يعني بعد بلوغه إلي. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يخذله عن الحق ويصرفه عنه. إذا مشيت مع صاحب سنة أصبحت سنيا بإذن الله، وإذا مشيت مع صاحب بدعة ستصبح مبتدعا بإذن الله إلا أن يشاء الله. وهذا ليس محض اجتهاد، بل الدليل على هذا وأصله في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأشهدنا إلى هذه القاعدة العظيمة حيث قال في كتابه العزيز: وقد نزل، وفي قراءة سبعية أخرى: وقد نزل عليكم، نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم. ماذا نفعل؟ قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إلى أن، وحتى، وهذه غائية ويحتمل أن تكون تعليلية، لكن هي في الغائية أظهر. وإذا قعدنا معهم قبل أن يخوضوا في حديث غيره فما الحكم؟ إنكم إذن مثلهم، إذن ستصبحون مثلهم يكتب للمقاعد للعاصي من الإثم والذنب مثل ما يكتب على العاصي، وإما مثلهم باعتبار الغايات والنتائج، يعني إنكم مثلهم ستصبحون من أهل المعاصي بسبب المجالسة، ستنتقل العدوى من الخبيث إلى الطيب ومن الطالح إلى الصالح، إنكم إذن مثلهم. فما الجزاء يوم القيامة؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا وإن كنت تريد دعوتهم على أقل تقدير، فأرشدك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ليس معناها أعرض عنهم مطلقا، يعني لا تقعد مع أي واحد من شأنه أن يعصي الله، لأنه لو كان الإنسان كذلك لترك أكثر الناس، فأكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي كامل الإيمان. إذن وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأمة المحمدية معلوم عنها أنها ستفترق. لكن على كل حال، الخلاصة أن الإنسان يحرص على الصحبة، لا تصاحب إلا مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وعن المرء لا تسل.
وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. طبعا هذه الوسيلة الرابعة، ذكرنا الوسيلة الأولى الدعاء، الوسيلة الثانية تحقيق التوحيد، الوسيلة الثالثة وهي مهمة جدا في حياتنا أيضا طلب العلم أو سؤال العلماء. طلب العلم وسؤال العلماء لا ينفكان، لكن طلب العلم لطالب العلم الذي يحرص على تحصيله للعلم، وسؤال العلماء لمن كان مشغولا عن العلم لكن يريد أن يعتقد شيئا أو يفعل شيئا فيسأل. الرابع اختيار الصحبة والبعد عن الصحبة الطالحة، لأن الصحبة الطالحة مؤذية، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإما أن يبتاع منه وإما أن يجد منه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احرص رعاك الله على اختيار الصحبة. من الأمور على الشيخ حسام حتى ما يزعل علينا يقول أخذت الوقت كله، من الأمور لا المهمة وهي بالعكس، جد مساحتك يا دكتور، دنتم، تفضل 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 معك. من الأمور المهمة أيضا في حياة المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة وجماعة المسلمين هذا مطلب ومقصد فيه سلامة الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والجماعة لا بد لها من قيادة، والقيادة لا بد لها من إمام، ولا تتم القيادة للإنسان إلا بسمع وطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن كان عبدا حبشيا رأسه كزبيبة يلزمك الطاعة. فمهما كان هذا الأمير حتى لو كان ليس له نسب عربي ولا قبلي، فالعبرة ليست بالنسب وإنما العبرة بالمنصب، وولي أمر المسلمين يطاع لأن هذا من مصلحة المسلمين يحصل به جمع الكلمة وأيضا الأمن، فإذا اختلف الناس عليه وقع ما يقع كما ترونه في البلدان المجاورة لنا. فإذا لا بد من السمع، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وستختلف هذه الأمة كذلك على 73 فرقة كلها في النار إلا ما إلا واحدة. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تحثك على غير ذلك، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب إذا ما لهم جماعة، قالوا يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، مو تذهب وتترك بلد الإسلام وتذهب إلى بلاد الكفر وتظن أنك فعلت شيئا لنفسك وحقيقة الأمر أنك وقعت في معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه فيها اعتصام بالكتاب والسنة، وفيه الأمن كما ذكره الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا كله في تحقيق هذا الأمن، وهي وسائل مختصرة جمعتها على إخواني في خير الذي هم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يثبتنا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا تبغانا نطول كمان شيخ حسام ترى ما عندي أنا مانع. أبد الله يحفظك، بالعكس يا دكتور، يعني أثريتنا بشكل كبير جدا، وأنا نيابة عنك أيضا أعتذر عن بعض التقطيعات اللي حصلت في التواصل، الظاهر أنها مشكلة في تويتر بحد ذاته، فمن خلال متابعتكم حساب آيات جميع الوسائل التي تطرق لها الدكتور سيتم توضيحها عبر التغريدات. أنا عندي تساؤل دكتور، لكن قبل لا أنتقد هذا السؤال اليوم، سؤال الديوانية من خلال حديث الدكتور، اذكروا لنا وسيلة من وسائل تعزيز الأمن الفكري التي ذكرها الدكتور، وإن شاء الله سيتم تقديم هدية من قبل الراعي الرئيسي الماجد للعود. دكتور، أنت تحدثت عن 4 وسائل ووجهت الحديث لنا جميعا، والطرح كان رائع ومؤثر. الآن سؤال، إذا أنا كأب، مثلا وعندي أبناء ما بين أطفال ومراهقين، هل يوجد لديك بعض الوصايا اللي توجهها للآباء بحيث أنه نعزز عندهم المفاهيم اللي تفضلت بها والوسائل اللي طرحتها لنا؟ هل في بعض الوصايا تحب تتطرق لها دكتور؟ تفضل. هذه مهمة جدا،
كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأب له دور كبير جدا في تعويد الأبناء على ذلك. أولا يعلمهم الدعاء: يا بني أكثر من دعاء، اللهم اهدني وسددني، حتى تبقى هذه دائما على لسانه في دعائه الذي يدعو به. وقد قال كان لقمان الحكيم رحمه الله تعالى يوصي ابنه، ووصاياه موجودة في سورة لقمان، وكان مما وصاه قال: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وكذلك ليت الواحد منا أن يقول لابنه: يا بني عود لسانك أن تدعو، اهدني وسددني بالدعاء الذي ذكرناه في هذا اللقاء. هذا أولا. إذا نعلم أبناءنا أنهم يدعوا كذلك هم، وأنت أيضا دورك كذلك أن تدعو له. فإن إبراهيم عليه السلام لما ذكر الأصنام قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأنت تدعو لأبنائك، هذا مما يلزمك أنت، وأيضا الأبناء تعودهم على دعاء الله سبحانه وتعالى في قضية الهداية والسداد والثبات على هذا الأمر. الأمر الثاني وهو مهم أيضا: تحقيق التوحيد، أن يتلقى التوحيد من مصادره الأصلية، يعني أن يسمع التوحيد من الشيخ صالح الفوزان، من الشيخ مثلا ابن عثيمين، الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمعوا من المشايخ العلماء الربانيين الذين يتكلمون عن علم وبصيرة، وأن لا يخرج عن طريق الحق الذي هو عليه، وأن لا يتلقى من المجهولين. يعني إن مما ربينا عليه قديما ونحتاج إلى أن نربي أبناءنا كذلك عليه، قول ابن سيرين رحمه الله تعالى، وذكر ذلك مسلم في صحيحه في مقدمته: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، عمن تأخذ دينك. ما يصلح أن يذهب الإنسان إلى الكمبيوتر في خصوص، خصوصا في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد وما يتعلق في فكر الإنسان حري به أن يذهب إلى أهل الاختصاص في ذلك. ما يمكن أن تأخذ أمورك الطبية من الكمبيوتر مباشرة وتدخل على جوجل تقول: لا خلنا أتأكد. طيب هذا في أمور صحية. طيب الأمور الأخروية والاعتقاد الذي فيها جنة ونار، الذي فيها سعادة وشقاء، الذي فيها صعود ونزول، ما يحتاج أنك تسأل عنها وتطمئن لها؟ فهذه مهمة جدا في حياة المسلم. إذن هذا الأمر الثاني، أن تعلم الدعاء. الأمر الثاني أن تصحح له مصادر التلقي، ما يسأل الكمبيوتر مباشرة، يقول: يا بني إذا بغيت شيء عليك في الشيخ صالح الفوزان، عليك بالشيخ بن باز، عليك بموقع هيئة كبار العلماء، دله وأرشده على المواقع التي يكون فيها فعلا سلامة لمصدر التلقي، أن يتحاور فيها. أيضا ما يقع في حياتنا من الأخطاء التي نراها من أفراد بعض الناس، نذكرها ونتحاور معهم فيها بشيء إن أحببنا هذا، وإلا التنشئة على الذي ذكرته يكفي إن شاء الله تعالى. لكن ممكن أن نحاوره: هل فعله هذا صواب أو خطأ؟ لماذا هو خطأ؟ لماذا، ما الخطأ الذي وقع فيه؟ ثم نذكر الأضرار والمساوئ التي وقع فيها هؤلاء الأفراد في معصية الخالق سبحانه وتعالى، وأضروا بأنفسهم قبل أن يضروا بآل بيوتهم وغير ذلك. من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في جهنم، من تحس سما فسمه معه في جهنم. ما يجوز أن يقتل الإنسان نفسه، فكيف بمن ينفذ مثل هذه الأمور على نفسه في أي مكان كان؟ نسأل الله الهداية لنا ولهم. اللهم آمين يا رب العالمين. حتى والله يا دكتور، أثناء حديثك صراحة أعطيتني كده مثل أني أنتبه. أنت أحيانا أقرأ كتب خاصة بالفلسفة والكتب، فهذه أيضا لها تأثير سلبي، مثل ما يقال يدس السم في العسل، حاجة زي كده. فأيضا ما بعض الكتب الفلسفية لابد الإنسان يكون حذر جدا أثناء قراءتها. دكتور فهد، شكرا لك. إذا تسمح لي يا جماعة الخير، إذا في عندكم أي تساؤلات خلال ال5 دقائق القادمة، يا ريت ترسلوها في التعليقات أو على الخاص عندي. وأيضا يشرفنا أن تكونوا شركائنا في تطوير ديوانية آيات، ففي استبيان رفعناه في الأعلى، يعني ما يأخذ من وقتكم دقائق فقط، تفضلوه عندكم بحيث تعطونا مقترحاتكم وملاحظاتكم. سمو الأمير سعود، حياك الله، موجود معنا. يا مرحبا اخوي حسام، يا هلا، اهلا اهلا سمو الامير، يا هلا اهلا ومرحبا، وسهلا. نورتنا. الله يسعدك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنني مستمتع ومستفيد في هذه الليلة
بهذه الكلمات الجميلة من أخي وصديقي العزيز الشيخ فهد الجهني. وقبل أن أتحدث عنه أشكرك يا أخوي حسام على هذا الحوار الرائع والأسلوب الجميل، فجزاك الله خيرا. وأشكر أيضا مؤسسة آيات ممثلة بالدكتور ناصر قطامي حفظه الله، صديق العزيز الغالي، وهو سباق حفظه الله والمؤسسة لكل خير في هذه المساحات باستضافة الدكاترة والمشايخ الذين نستفيد منهم وينشرون العلم، فأبشروا بالخير. يقول ابن مبارك: لا، ليس هناك درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. أما الشيخ الدكتور فهد الجهني فشهادتي فيه مجروحة، وهو تحدث عن الصحبة، فأنا أقول أحمد الله أن يسره صاحبا لي، فقد صادقته وزاملته فوجدته الحمد لله، ونحسبه الله حسيبه. نعم الصاحب الصادق الصدوق، تزاملنا في مرحلة الماجستير سويا في قسم القرآن في جامعة الإمام، وكان رفيقا للدرب في طلب العلم، ويشهد الله أنه كان كثيرا ما يشجعني على الخير، يشجعني على طلب العلم وعلى المشاركة وعلى الدعوة، فجزاه الله عني خير الجزاء. واليوم أنا سعيد أنني على الأقل رددت بعضا من تشجيعه لي، فشجعته للمشاركة في آيات وفي هذه المساحات فاستجاب هذا اليوم، فلعل يعني رددنا بعض الجميل من الشيخ فهد حفظه الله. ويعني الشيخ فهد ذكر رسالة الدكتوراه، والذي يعني يعلم الشيخ فهد تتلمذنا أنا وياه في الماجستير، ثم ألهتني الحياة واستمر جزاه الله خير وأخذ الدكتوراه ورأس قسم القرآن، ثم أخذ حفظه الله يشجعني على الدكتوراه وعلى كتابتها، فقلت له يعني إذا تبيني أكتب الرسالة تكون مشرف عليها، فهو المشرف الآن ونحن في المراحل الأخيرة في رسالة الدكتوراه. وأيضا هو الذي جزاه الله خير اقترح علي هذا العنوان، العنوان التحصين، فعنوان الرسالة التحصين الفكري في القرآن الكريم من الشرك والإلحاد والتكفير والفرقة، وفيه أيضا باب مهم أثر لزوم البيعة والسمع والطاعة لولاية الأمر بالمعروف في دفع هذه الفتن كلها. فأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات حبيبنا وصديقنا الدكتور فهد، ونحثه ونشجعه من هذا المنبر على الاستمرار وعلى الإكثار من هذه المساحات. وأيضا لعلي أضم صوتي لصوتكم جميعا، نحثه لأن يكون له حساب في تويتر. أنا أعلم حسب علمي أنه ليس لديه حساب إلا أن يكون حساب سري ما ندري عنه، لكن أنا أقول لعله ينشئ حساب وينشر هذه الدرر والعلم والخير لينفع الله سبحانه به نفعا عظيما. فجزاكم الله خير يا آيات، وجزاك الله خير يا حسام، وأسأل الله أن يجعل هذه المساحة خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها النفع العميم، وأن يجعلها في موازين حبيبنا وصديقنا الدكتور فهد والنائب الشيخ ناصر، وموازين جميع من اقتطع من وقته ليسمع آيات الله ويحضر مجالس العلم. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وجزاك الله كل خير سمو الأمير سعود. دكتور فهد لك المايك. أولا جزاه الله خير الشيخ أثنى ثناءا لا نستحقه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمه وأن يجعلنا خيرا مما يظن. أما الأمير سعود جزاه الله خير فهو يسبقنا في بذله وعطائه للناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به الإسلام والمسلمين ويجعله نافعا في كل حين. والأصل كما ذكرت أنه أصبح متخصص في هذا الباب بحكم رسالته التي يكتبها، وهو انتهى منها تقريبا، والأصل أن يتكلم به. وحديثي عن يعني وسائل بعيدة عن الحديث عما تطرق له، لكن لا شك أن رسالته فيها من الأشياء الكثير والكثير مما إن شاء الله تعالى يصدر به فيما بعد في مجالسه إن شاء الله تعالى. وشكر لك شيخ حسام، شكر للشيخ ناصر. وأما الحسابات، هل لي حساب ما حساب؟ لا والله ما لي حساب ولا لي رغبة فيه، لأني دخلته ابتداء قديما شاركت فيه وكثر فيه الطلب، وبحكم رئاستي لقسم القرآن كان أكثر ما شاء الله تبارك الله ما نقوم بي يلا نجبنا في القسم
ويلحقون إلى بيوتنا، فآثرت حذفه حتى يبقى التواصل مع الناس بالاتصال أخف. ومن ذلك الوقت القديم إلى هذا الوقت لا رغبة لي بالرجوع إلى تويتر، لأنه يشغل الواحد من ساحة لساحة. يا دكتور فهد يا حبيبنا، الآن مع اعتذرت عن رئاسة القسم وأصبحت عضو هيئة تدريس، فما لك عذر أبد. انشر المفيد وانشر الحساب وأبشر بالخير. الله يحفظك. يستر الله. جزاكم الله خير سمو الأمير سعود وضيفنا العزيز الدكتور فهد، ممتن لكم وأيضا للمستمعين والمستمعات الكرام. كانت مساحة عنوانها حساس ومهم جدا للأجيال الحالية وللأجيال القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا دائما نعمة الأمن والأمان والترابط ونكون دائما يد واحدة في نشر الخير والمعرفة، ونكون يد واحدة في تعزيز أمننا وأماننا أيضا يا رب العالمين. إذا تسمحوا لي ضيفنا العزيز وأيضا سمو الأمير، أنوه فقط عن بعض الأمور. غدا بإذن الله تعالى ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الدوس، طبعا عنوان مساحتنا يوم غد الساعة 10 مساء بتوقيت مدينة الرياض وتوقيت مكة المكرمة، مفاتيح السعادة في القرآن الكريم، وسيفتتح الديوانية القارئ فارس عباد. ننتظركم يوم غد. لا تنسوا ملاحظاتكم ومقترحاتكم في الاستبيان، وأيضا التساؤل الذي تم استنباطه من خلال حديث الدكتور. اذكروا لنا إحدى وسائل تعزيز الأمن الفكري، وبإذن الله تعالى ستقدم هدية للجائزة للسؤال الصحيح عشوائيا طبعا للإجابة الصحيحة من قبل الراعي الرئيسي الماجد للعود. إذا تسمح لي دكتور أيضا أتأكد إذا في أي تساؤلات على الخاص حول ما تفضلت به. هل صحيح؟ طيب، في تساؤلات عن شهر رمضان وعن الترويح وهو خارج يعني نطاق حوار المساحة، فأعتقد الوقت داهمنا فصعب أني أطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور فهد. دكتور فهد حبيبي، حاب تضيف شيء في ختام المساحة؟ الله يطول عمرك، تفضل. أنا ما عندي إلا أن أدعو لإخواننا في آيات ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودهم وعملهم من متابعة وحرص وتشجيع، وفي الغالب هذا التشجيع يحفز الملقي إلى أن يكون أكثر حرصا، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرهم وفي عملهم ويجعله خالصا لوجه الكريم. والشكر لك يا حسام، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك لكل خير وأن يجعلك مبارك أينما كنت. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسان من دعائك دائما دكتور فهد. تشرفت بأني أكون يعني منظم للحوار معكم، أثريتنا ومتعتنا في حديثك، وأنا مدرك أن الموضوع هذا يطول الحديث به، فأنت أعطيتنا قطرة من يعني خلينا نقول أهم ما يتم ذكره، لكن إن شاء الله في مساحات قادمة وفي استضافات أخرى تشرفنا دائما، إما من خلال حسابك مباشرة أو عبر حساب ديوانية آيات. أنا أضم صوتي لسمو الأمير سعود، يعني أنك تنشئ حساب ويتم نشر العلم والخير والمعرفة، وأسأل الله أن تكون نيتنا خالصة دائما وينفع وننفع الآخرين بإذن الرحمن الرحيم. بإذن الله. يا رب العالمين. تفضل دكتور. أنت غادر ولا؟ لا دقيقة، لا احنا تقريبا ختمنا. أحب أذكر الجميع أنه هذه مساحة مسجلة لمدة 30 يوم تلقوها على صفحة آيات، فتشرفونا بالمتابعة. أيضا سيتم نقل هذا الحديث والممتع في قنوات آيات على اليوتيوب، وبعض التغريدات ستحتوي على أهم الوسائل التي تفضل بها فضيلة الشيخ الدكتور فهد. أذكركم بمساحتنا يوم غد الساعة 10 مساء، وأيضا الإجابة عن التساؤل الذي تم استنباطه من خلال حديث الدكتور فهد. كان معنا إنسان تشرفت بحواري معه، فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن فرج الجهني الحاصل على درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديه سيرة عطرة من الأعمال، منها رئيس قسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأمين المجلس العلمي للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه. أخيرا وليس آخرا، هو إمام وخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. ممتنين كثيرا لقبول دعوته ولقبول دعوتنا له وقبول استضافتنا والحديث حول وسائل تعزيز الأمن الفكري في القرآن، ونطمع إن شاء الله باستضافات أخرى معكم فضيلة الشيخ الدكتور. لا تنسوا التغريدات، والله يجبر خواطركم، وممتن لك ضيفنا العزيز دكتور فهد. حياك الله. سبحانك الله. الله يحييك. مع السلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لكم جميعا، شرفونا بمتابعة الحساب، وإن شاء الله تفاعلكم مع التغريدات يكون فيه دائما نشر للخير والمعرفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا دائما أنسى أشكر، يعني معليش أشكركم كلكم، وأشكر أيضا الراعي المشارك تاسومة والراعي الرئيسي الماجد للعود، نشكرهم على رعايتهم لديوانية آيات. استودعناكم الرحمن جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.